التقى معالي الشيخ سلمان بن الخليفه وزير الماليه والاقتصاد الوطني وبحضور سعاده السيد رشيد محمد المعراج وسعاده السيده نور بنت علي الخليف وزيره التنميه المستدامه بالسيد جوز فينالاس رئيس مجلس اداره ستاندرد تشارتر بنك والسيد سونيل كوشال الرئيس التنفيذي الاقليمي لمنطقه الشرق الاوسط وافريقيا بالبنك معالي وزير الماليه والاقتصاد الوطني اكد خلال اللقاء على اهميه الدور الذي يضطلع به القطاع المالي والمصرفي وما يلعبه من دور بارز وحيوي كأحد القطاعات الواعدة التي تسهم في تعزيز النمو الاقتصادي والدفع بعجلة التنمية الاقتصادية لافتا معالي لأهمية هذا القطاع في خلق المزيد من الفرص الاستثمارية الواعدة ودوره في رفض مختلف القطاعات الاقتصادية ودعمها نحو تحقيق الأهداف المنشودة كما جرى خلال الاجتماع استعراض عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك ومناقشه المستجدات على صعيد الاقتصاد العالمي